السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فاطمة. وصفة اليوم لحوم حمراء وبطاطا محمرين في الفرن. غادي تشوفوا طريقتي الخاصة في عمل هذا الطبق، والطريقة نتاع اليوم هي صالحة لأي نوعية نتاع لحوم أخرى. سنمر مباشرة إلى طريقة التحضير. بسم الله. هنا سنحتاج إلى كمية تاع لحم، أي لحم شئتم. هذه الوصفة تطبق على أي نوعية تاع لحم. تقدروا أيضا تستعملوا لحوم بيضاء. بالنسبة للتوابل، هنايا نحتاج إلى الملح، فلفل أسود، كركم، زنجبيل مجفف، ثوم مجفف، وبصل مجفف. والكمية على حساب الذوق نتاعكم، تقدروا تزيدوا وتقدروا تنقصوا. غادي نضيف التوابل مع اللحم، بعد غادي نضيفوا الزيت. هنا زوج ملاعق كبار. غادي نخلطوهم مليح باش اللحم يمتص مليح التوابل. بعد ما خلطناهم غادي نغطوهم ونخلوهم يرتاحوا نصف ساعة. هنا بعد ما يرتاح غادي نوضعوه في البلا. وهنايا البلا اللي واضعه فيه ورق الطهي باش اللحم ما يسقليش، وايضا باش نحافظ على البلا. هنايا غادي ناخذ هذاك اللحم المتبل وغادي نوضعوه هو الاول في البلاطو. سنحتاج ايضا هنا حبه بصل قطعتها الى شرائح، وطماطم ايضا قطعتها الى شرائح. استعملت وحده طماطم وواحد بصل، وضعت لهم ملح فلفل اسود وايضا معدنوس مجفف. غادي نوضعوهم من الفوق. وتقدروا ايضا اضافه قطعه او تنين تاع الثوم يكون مبشور. من بعد هنا غادي نغطوه بالغطاء وغادي نوضعوه في الفرن. الفرن راني مسخناته على درجه الحراره العاديه 180 درجه مئويه، ما يعادل 350 درجه فرنهايت. وهذا البلا غادي نحطه في اسفل الفرن ونخليه داخل الفرن حتى 40 دقيقه، او حتى تشوفوا اللحم نتاعكم طاب. هنا فقط ملاحظه، الا ما كانش عندكم الغطاء هنايا تقدروا تغطوه اولا بورق الطهي، ومن بعد توضعوا بابي الومنيوم وتغلقوا عليه جيدا وتدخلوه في الفرن. وكما لاحظتوا ما اضفتش الماء، لكن اضفت الطماطم والبصل. الطماطم والبصل هما اللي غادي يطلقوا الماء باش هذاك اللحم يطيب وما ينشف لكمش. هنا بعد مرور 40 دقيقه خرجت البلا من الفرن ولقيت باللي اللحم صاي طاب. اتاكد بواسطه السكين لقيته باللي صاي طاب لي، وايضا الطماطم والبصل راهم طريين. لكن لا شفتوا نتوما اللحم اللي استعملتوه ما طاب لكمش بالخف، وشفتوا ايضا باللي صاي نشف من هذاك الماء. تقدروا اضافه شويه ماء ساخن وتعاودوا تزيدوا تكملوا لها الطياب، يعني مده الطهي على حسب النوعيه تاع اللحم. انا كميه تاع البطاطا قشرتها وغسلتها، من بعد قطعتها الى قطع كبيره كي على هذا الشكل كما راكم تلاحظوا في الصوره، وغادي نقلوها مثل ما نقلو لي فخيت. هنايا قليت البطاطا تاعي، ومن بعد وضعتها في بلاطو كنت واضعه فيه الورق ليمتص الزيت. من بعد تكملت القلي بقيه نتاع البطاطا، وغادي من بعد من وضعها في الفرن غادي تزيد ايضا تكمل الطياب نتاعها. هنايا البطاطا بعد ما قليتها وخليتها تقطر مليح من الزيت، وضعتها في نفس البلاطو اللي طيبت فيه اللحم، وراه فيه شويه صلصه تاع اللحم، يعني من هذاك طابت لك شويه صلصه خليتها وزدت فوقها البطاطا. بالنسبه للتوابل غادي نضيفوا نفس التوابل اللي درناهم في اللحم. هنايا قليل من الملح لانني واضعه شويه ملح مع البطاطا. هنا فلفل اسود، كركم، زنجبيل، ثوم مجفف، وبصل مجفف. غادي نوضعوهم هذا التوابل. تقدروا ايضا اضافه معدنوس مجفف. بعد تخلطوهم فقط على هذا الشكل. كما راكم تلاحظوا غادي نغطوهم ونرجعوهم للفرن على درجه حراره 150 درجه مئويه، ما يعادل 300 درجه فرنهايت، يعني درجه حراره اقل من الدرجه العاديه. وغادي نخلوهم في الفرن لمده 20 حتى 30 دقيقه باش هذيك البطاطا تمتص مليح التوابل. هنا بعد مرور 20 دقيقه خرجت البلاطو من الفرن، والبطاطا راها طايبه ومحمره. تقدروا هنا مباشره توضعوا القطع تاع اللحم من الفوق، او هنايا غادي نقدم لكم فكره اخرى للتقديم. كيما البطاطا هنايا وضعتها في مول تاع موسكوتشو وضغطت عليها قليلا، ومن بعد غادي نقلبوها في الصحن، وغادي من بعد نتحصلوا على ثقب في الوسط. هذاك الثقب تقدروا توضعوا فيه اللحم تاعكم او الصلصه المرافقه لهذا الطبق، كما انا وضعت فيها القطع تاع اللحم، يعني فقط فكره للتزيين. وهذا هو الشكل النهائي تاع هذا الطبق.
بالنسبه لملاحظه اليوم، كما قلت لكم في هذه الوصفه تقدروا تستعملوا اي نوعيه تاع اللحوم، تقدروا تستعملوا لي كويس دو بولي، تقدروا تستعملوا ايضا لي كوتليت او اي نوعيه اخرى تاع اللحوم. وصلنا الى نهايه الوصفه تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. قولكم مع السلامه والى الفيديو الجاي ان شاء الله.